الإغراءات هي الشاهد الصامت لجريمة 4 آب، صمدت بوجه تاني أكبر انفجار بالعالم. حرك أحد ساكن، فإذا كان الحريق ناجم عن تخمر الحبوب داخل الإغراءات، فلماذا لم تفرغ من سنتين لليوم؟ شفتي مثلا هذه بالجزء اللي تدمر كليا خلق على كامل الارتفاع هذا، بعد فيه قمح او ذره، يعني هن نظفوا هالمنطقه هاي واللي ورا شالوهم. بس جوا بعده كان احسن، كان بعد فيه ايه، بس لا لاقول لك شغله، جوا على ارتفاع قليل، يعني هلا ما بعرف اذا عندي صوره، هدول اللي بعضهم قائمين، هذه ميلت ورا اللي هن بعضهم قائمين، اجوا هدول اللي قائمين على المستوى هيدا، عملوا فتحات فيهم، سيلندر سكورينج بنسميهم نحن، وفرغوا كل الكميه اللي فوق. الكميه اللي فضلت بدك تقولي هي من هون للارضيه. ماشي. متر، متر ونص، مترين انفلقت حالها هون وباللي قدام، هيدي هي الكميه اللي تخمرت. وهل هالحريق ضعف بنيه الاهراءات؟ الارجح انه ايه؟ الارجح. خلينا نأكد على شغلة، إنه نحن هندسياً عم بحكي كهندسي إنشائي، أنا بقدر أقول شو مثلاً بأول مرحلة من الدراسة قدرت حددت كمية الانفجار ومدى الأضرار اللي تسبب فيها، بس بدون ما أقدر حدد طبعاً، لأنه ما بيتحدد معي أنا شو سبب الانفجار. نفس الشيء بالنسبة للحريق، الحريق ممكن يكون عنده عدة أسباب، بس مجرد وجود الحريق، نتائج الحريق، تبعات الحريق على المنشأ، هذه أنا بقدر أقول قديش ممكن تكون. من المعروف أنه أي منشأ بيتعرض للحريق تضعف البنية الإنشائية تاعيته. نحن بس لما نصمم مباني جديدة، إذا عم نشتغل على مبنى جديد، عادة هذا المبنى بناخد بعين الاعتبار بالتصميم أنه هذا المبنى رح يكون عنده مقاومة كافية لحتى يتم إفراغه، وهذه المقاومة بنحددها بالساعات، بنقول بنعطيه مقاومة كافية لمدة ساعتين 4 ساعات، بنسميه فاير ريتينج. طيب نحن عم نحكي على منشأ صار له حوالي أكثر من 10 أيام صار له النار مشتعلة فيه، أكيد تأثرت البنية الإنشائية تاعه. بس نحن هون ما بعرف إذا فيه يقول لحسن الحظ أو 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 شيء، إنه هو الحريق حسب ما أنا شفت والصور والأفلام هو بجزء الشمالي اللي هو أساساً متضعضع أكثر أو في دامج أو أضرار أكثر من المجموعة الجنوبية. إهراءات مرفق بيروت قد تنهار، خبر يثير قلق الرأي العام والمواطنين اللبنانيين، وبالأخص أهالي ضحايا انفجار بيروت، وانحكى فيه كتير بآخر فترة. من أيام قليلة وقبل بث هالتقرير، عممت وزارتي الصحة والبيئة على المواطنين إجراءات احترازية لاتخاذها في حال حصول أي طارئ وانهار جزء من الإهراءات. ومنذ هاللحظة بدأت تنتشر أخبار عديدة منها عن حصول انفجار ضخم عند هبوطهم، فما صحة هالأمر؟ بحديث مع البروفيسور في الهندسة الإنشائية يحيى تمساح اللي أجرى دراسة حول وضع الإهراءات، خصنا بمعلومات لم تنشر من قبل. الأسبوع اللي ابتدى فيه الحريق كان معدل الميلان هو 2 مليمتر بير داي، معدل وسطي 2 مليمتر بير داي. بخلال من بعد حوالي 10 أيام من الحريق سارع معدل الميلان ليوصل ل تقريبا 2 أو 2.5 مليمتر بير أور، يعني من 2 مليمتر بير داي معدل وسطي تزايد ليوصل ل 2 to 2.5 مليمتر بير داي، ومبارح كمان زاد بشكل أكبر، وصل تقريبا حسب معلومات ل 13.5 مليمتر بير أور على الظهريات على الساعة واحدة تقريبا، وهذا أكيد بأشر أنه صار في احتمال انهيار قريب، أو احتمال انهيار زاد بشكل كتير كبير بسبب تسارع الميلان، وهيدا شيء ممكن أنه يؤدي لانهيارات جزئية بالمجموعة الشمالية. انهيار هيدي ما فيها لا تأثير إلا على
الموقع تاع الإهراءات، الموقع يعني الحلقة الضيقة اللي هي حول الإهراءات، وأكيد ما لها أي تأثير على المناطق السكنية المجاورة. الانهيار أصبح مرتقب، ولكن السؤال هو هل بيروت ما زالت تحمل كارثة أخرى؟ وبحال وصلنا لهاللحظة، هل ستكون الانبعاثات والغبار الناتجة عنه خطرة على صحة المواطنين؟ بحال صار في عنا انهيار للإهراءات إن كان جزئي أو كلي، أهم شيء نعرف أنه لا رح ينتج عنه انفجار ولا هزة أرضية ولا أشياء عم تتداول هلأ بين العالم. بقى أهم شيء ما نعمل هلأ. الانبعاثات اللي رح تطلع هي رح تكون غبرة من مخلفات الإسمنت اللي مستعملة، واللي هي بيّنت بالتحاليل اللي عملوها قبل إنه ما فيها أسبستوس، وهيدي الشغلة كتير منيحة. بينما الشغلة الثانية هي رح يكون كمان في عنا نحنا فطريات من وراء القمح المخمر يلي هي كمان رح تتطاير. هيدي الفطريات رح تكون هي كمان على شكل غبار، يعني رح هي تعلق على الغبار وهيدا الغبار ينقلها. نحن منضلنا عايشين حياتنا عادي لا وقت ما نعرف انه صار في عنا هالانهيار، ساعتها نحن منلتزم بالاجراءات يلي طلعت من وزارة الصحة ووزارة البيئة، ساعتها منسكر شبابيك، ساعتها منسكر البواب. نحن دراسة تبعولنا بالجامعة اليسوعية بيانت لنا انه هال 500 متر يلي حطوها بالبيان بالمبدأ بين 80-100% من الغبار ما بيتعدى هيدي ال 500 متر، يعني إذا في شيء تعديها بيتعدى كمية مقبولة صغيرة محدودة. وزيادة عن هيك يلي بيّن معنا إنه بالمبدأ هيدي الحالة تبع الغبرة ما لازم تكون أكثر من حوالي 4 ساعات، بحالات كتير كتير قليلة معقول تكون لفترة أطول، لكم ساعة أطول، بس أكيد تحت 12 ساعة. بقى مشان هيك ما لازم نحن نكون خايفين، إذا نحن منلتزم بالإجراءات يلي لازمة ما رح يكون في عنا مشكلة لا بالفطريات ولا بشي. انفجار 4 آب زعزع بيروت، دمر 65% من مباني الإهراءات، ومع دمار الحجر تغيرت حياة سكان بيروت. أكثر من 2000 جريح أثار الانفجار ما زالت طابعة فيهم، ومثل هالإهراءات اللي شاهدة على الجريمة كتار بيحملوا معه ندبات الانفجار. طالع حريق ونار وقوي كتير، لا ما أخذنا وعطينا. نحن لو عارفين إنه في شيء بده يطلع، شيء انفجار بده يطلع شيء، كنا سكرنا وفلينا وهربنا. نحن واقفين بيطلع الانفجار، طير أنا من هون بيجي هالميل طير لهون وبيهبط علي حياة من هيدي البناية، وهذا حجر واحد منهم هذا بيهبط علي بتغطى أنا كلني بالردم هون، بقيت ساعة تحت الردم هون، لبعدين اجوا شيلوني واخذوني على المستشفى. وصلت على المستشفى مصفى دمي، وصلت على اخر نفس بين الحياة والموت. صرت كلني بلاستيك، حوض بلاستيك، ورك بلاستيك. بعد ساعة لقوني تحت الردم ونقلوني على المستشفى. وصلت على آخر روح لأن كان نزيف قوي وصفى دمي، حطوا لي دم وقعدت بالسوان. من بعد ما تحسنت نتفي حالتي بلشوا لي عمليات، عملوا لي 13 عملية، فبقيت 8 اشهر بالمستشفى. ومن بعدها رجعوا، من بعد ما ظهرت من المستشفى قالوا لي بدك فيزيوثيرابي وهيك، طلعت على مستشفى بحنيس كمان قعدت فترة 3-4 اشهر بحنيس علاج فيزيائي وهيك، ورجعت على البيت على الووكر لأن ممنوع ادعس عليها هي وعاملين لل زرع العظم. لياس حطمت اجره كليا. الأطباء قاموا بمجهود بالعمليات الجراحية والعلاجات ووضعوا له قضيب حديد بداخلها، ولكن انعطبت وما عاد يحس فيها. ما
من بعد ما ظهرنا من المستشفى ما حدا يتعرف علينا بشيء. هلا بتروح عند الحكم اللي تراجع عيون، اقل حكيم عم ياخذ كشفيه مليون ليره. ست شهور بقي فيها بالبيت، ست شهور من العذاب. كان يستعمل ووكر ليمشي الى ان بلش يتحسن وصار يقدر يتحرك لوحده. رجعنا الحكيم قال لي هاتوا قضيب الفضة عم بيعمل لك مشاكل، انا صرت عم بعمل دوار برد وعم بعمل حراره 40 و41، ووصف لي انتيبيوتيك. بس قال لي لازم شال قضيب الفضة. طيب كيف بدي انا افوت على المستشفى واعمل العمليه وهلا وزاره الصحه ما بقى تعترف بشيء ومين بده يغطيني؟ ما بقدر اعمل، رح اتركها، بتركها هيك بلتهي بموت. نياس عنده فحوصات وزيارات للطبيب لازم يجريها كل فترة، ولكن صار عم يتحاشى هالأمر ويطول المدة لأنه الكلفة صارت بتفوق قدرته، ووزارة الصحة ما عادت عم تعترف بشي. الصور اللي عم بعمل كل ما بتروحي بيكون طالب منك صور، طالب منك تحاليل، كمان عم بحط صور مليون وتحاليل قدهم، ما حدا عم يعترف بشي، تحت الصفر. وهلأ بدي فوت على مستشفى وأعمل عملية مش قدرت. صدقيني ما حدا سأل الفترة كلها اللي قعدتها بالمستشفى 8 شهور، ما حدا لا اجى لا فتحوا تحقيق، لا اجى حدا من قبل الدولة، لا من الجيش ولا من الدرك لا من أمن الدولة لا من أمن، ولا حدا سأل عنا أو أخذ رابور أو سأل نهائيا. مش عم طالب لا بدي اقعد بالبيت ويعطوني تعويض الدولة، ولا دولة مفلسة ومحروق دينها ومسروقة ومنهوبة، وهذا لا بدي يعطوني تعويض ولا بدي يعطوني معاش شهري، بس يتكفلوا بس نكفي بس طبابتي، بس يكفوا لي طبابتي. يعني بلشوا عملنا العمل، هلا مثلا مجبور بدي فوت على المستشفى واعمل عملية ليشيلوا لي قضية الفضة، بس يكفوا لي اياها. انه ما بعرف دوسيه عندي بالمستشفى بقيت 8 اشهر، عندي دوسيه طويل عريض والدوسيه مبعوث على وزاره الصحه، انه هلا شالوا ايدهم وبعدين اللي ما معه شو بعمل؟ بترك حالي هيك وبموت واخر همه. كان يشتغل بهالدكان ليعيل زوجته وبناته الاثنين، من بعد الانفجار خسر سيارته وصحته بطلت تسمح له يشتغل كل يوم، فصار يشتغل بس 3 ايام بالاسبوع ليأمن مدخول ولو بسيط بالشهر. وبيتمنوا المسؤولين انه هالكم واحد اللي مثل حكايتي والمتضررين واللي بدها تكلفهم، بيتمنوا انه نحن نموت بيرتاحوا منا وما بنبقى نكلفهم لا دخول مستشفيات ولا طبابه ولا استشفى ولا مين يحزنون. اذا الدوله ما بتهتم بمقاسي شعبها فلا عجب إذا ما اكترست بانهيار الحجر. نظام الأساسات اللي هو طلع عليه مبنى الإهراءات أو الصوامع هذا تضرر وبيتألف من رافت باي رافت سيسا، يعني شيء نسميه حصيرة بالعربي مع أوتاد، هدول تضرروا بشكل كتير كبير، إمكانية إزالتهم كتير صعبة ومكلفة جداً، واكيد ما فينا نستعملهم هن ذاتهم حتى نطلع عليهم بمنشأ تاني. فاذا الموقع لا يستغل، ما بقى فينا نستغله للموقع لمنشأ جديد، فاذا ليش بدنا نهدمه؟ الاهراءات صاروا رمز للتذكير بالجريمة الفظيعة اللي ارتكبت بحق اللبنانيين، هو المعلم اللي بقي وقت تدمرت بيروت. وهل صحيح هن اللي حميوا هالمدينة؟ حقيقة لا، اللي صار هو انه امتص جزء بسيط من طاقة الانفجار مبنى الإهراءات. هالأمر مثبت بالدراسات والصور. شوف هون هيدي مثلا صور من الأقمار الصناعية اللي هي بتورجي مركز الانفجار والأضرار اللي حوله. ملاحظ انه توزيعهم لحد ما بيورجي انه في منطقة بالتحديد كانت محمية أكثر من مناطق تانية. هيدا مركز الانفجار هون والإهراءات هن جايين بهالمنطقة هيدي، محل ما واقف أنا هذا مبنى الإهراءات أو مباني الإهراءات، هذا الهنجار اللي صار فيه الانفجار العنبر رقم 12، وهون بالتحديد حبيت ورجي المباني اللي هي خلف الإهراءات. هون في عندي هنجارات كبيرة وهون في مبنى بطون مسلح، هيدا قبل الانفجار.
وهذا بعد الانفجار. هذا المبنى هون اللي هو بطون مسلح، وهون في عندي حيط بطون مسلح كله توقع أو تكسر كلياً ضرر. هول كل الوجوه مشوهة، عدة وجوه حزينة وكلهم مسكر، بس لا ما حنسكر، ما حنسكت أصلا، ما حنسكت. هيك بتعبر مرال عن اللي صار فيها، عن الألم اللي أصاب كل أهالي بيروت، اللي أصاب كل لبنان. كل شي كان عندي إياه، كل شي عملته بحياتي حسيت بلحظة أنه خسرتهم. كيف بدي أرجع بلش من أول وجديد؟ كيف بدي أرجع بلش بالرسم؟ لأنه الرسم بتعرفي بده إلهام، بده مود، وأنا خسرت كله. حتى المود أرجع استعيدها أخذ معي أكثر من سنة وأكثر كمان. ولما بلشت بالشغل بلشت أرسم وجوه مشوهة وبالأسود وأبيض، مع أنه أنا معروفة أنه بستعمل كتير ألوان بشغلي، بتلاقي كل الألوان موجودة تقريبا. لما رجعت بلشت بالرسم برسم كلهم بالأسود وأبيض. مارال أم لثلاث أولاد، بتعيش بشارع فرعون بمرم خايل، وبتملك مشغل للرسم بتعتش منه هي وعائلتها. وبيوم 4 آب 2020 تدمر كل شيء. تدمر كلياً بيتي والأعمال الفنية وشغلي، كل المواد اللي كان عندي اياهم، ودمر سيارتي، وابني كان بقلب البيت ونصاب وصار عنده إعاقة سمعية، وجوزي صار عنده إعاقة سمعية. تراجع حياتي الطبيعية لورا كتير، ضرر البيت والشغل والسيارة والإعاقات، كل شيء يعني ما خلينا شيء. الأضرار كانت جسيمة والخسائر المادية كبيرة، ولكن الأكبر هو أنه زوج مارال وابنها خسروا سمعهم. ابن أنيس كان هون، كان نايم هون على التخت، فات على التواليت، راح على التواليت، هو جاي سمع في انفجار مثل شي ضغط هيك، نام على الأرض أوام، بس نام على الأرض بلش يطير الأوضة كلها، شبابيك، بواب، كل شي حديد، وأنا كان في حديد كذا كله صفى هون، باب انخلع طبعا، مدخل كمان، وسيارته بالكون قشط عليه للكاب صغير، كان عنده فولكس جولف، وصار عنده اعاقه بالدين شوي كمان، ما يسمع منيح من وراء الانفجار. ابني كان يشتغل على البور كمان، اوكي، بمكتب لوجيستكس، بعتوه من هون، بعتوه من الشغل بكير لأنه كان في كورونا ما كورونا، وإجا نام هون مش كم ساعة، وعي تيفوت على التواليت وسمع الطيران ودغري ناط على الأرض وسكر دينه ومصاب فوق منه. تصور يعني، تذكر حرب التموز لما قصفوا بور، تذكر دغري أنه يمكن حيقصف بور، وهيك حمي حاله إلا كان مات. زوجة اضطر يتوقف عن العمل بسبب إصابته، وديون فوق بعضها وكذا، وبيت كان هون، بيت كان كله أبسد داون يعني، وحي كمان هون، راحت سيارتنا بالكون أشد على السيارة، بعناها كسر مثل هيروشيما يعني، كان بسنة الحرب العالمية الثانية ما صار انفجار إمبريزرية، وأنا كمان نفس الشيء يعني مثل إمبريزرية. أما ابن 29 سنة بيرفض اللي صار فيه، وحالته الصحية أثرت على نفسيته.
بطل يشتغل اكيد ما عم يشتغل وعم يشتغل واستسلم كمان فيني اقول لك انه استسلم ما له طاقه تا يشتغل ما عنده بوزيتيف انرجي حتى يشتغل اعاقته خسرته مستقبله مجرد ما بنحكي مع بعضنا ما عم نسمع بعضنا اذا ما استعمل الهيرينج ايد واذا ما طلع شفافي تا يفهم شو عم بقول له بصير في عياط وصريخ وخناق يعني هيدا ابسط الامور وبطل يشتغل جوزي حياتنا الطبيعية تغيرت أنا الوحيدة اللي هلأ لازم أمن وأشتغل وأعمل معارض وكل التقل صار علي كل شيء بيسمع صريخ أو بصوت عالي إذا عليني بعيط اللي عم بتصرخوا ما صار في تعامله مع الآخر تغير كليا صار أكتر أجريسيف بعد سنتين جرح بعده عميق وبالرغم من أنه الحجر ترمم بمساعدة الجمعيات ولكن بقي البيت بلا مدخول نظرات رب العيلة صار عاطل عن العمل أما مرال الأم ترفض تستسلم فعاودت عملها بالرغم من كل شيء وبتشتغل لتعيل عيلتها أنا رجعت للصفر كل يوم كنت أبكي أنه كيف بدي أرجع لاقي حالي كيف بدي زبط الباب المدخل كيف بدي أجيب الأغراض كيف بدي داوي ابني كيف بدي نبلش حياتنا الجديدة كيف بدي اجيب سيارة كيف بدي اعمل هاي وكيف 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 لما قلت له لجوزي كيف بدنا نستمر قال لي انا بعد هالعمر ما فيني اعمل شيء استسلم مثل ما خبرتك انا يعني تحملت المسؤولية قلت انا بدي ناضل بدي اضرب راسي يمين شمال حتى اطلب مساعدة او مساعدات حتى نقدر نوقف على إجرينا أو حتى نقدر نسكن بقلب البيت خايفة إنه ما يتحقق ما يبين اللي عملوا فينا هيك وما ياخدوا جزاهم لأنه حرب اللبنانية يلي أنا ربيت فيها يعني ربيت بالحرب اللبنانية واللي ترك أثر بجرحة ويلي صار عندهم إعاقات لهلأ ما أخدوا حقهم بعد انفجار 4 آب إذا الدولة ما بيهتم فينا إذا الدولة ما بيعطي حقوقنا وإذا ما بيتضمن البنود القانونية اللي بدهم يحطوها هلأ بتشكيل الحكومة الجديدة ما حنوصل لحقوقنا نحن لازم نطالب لازم نكون متكاتفين مع بعضنا ونصرخ بصوت عالي حتى نطلب حتى يقروا قانون ويعطونا حقوقنا حتى نقدر نستمر ونعيش بحياتنا كريمة.